السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في مشكلة يا جماعة، معلش في الصوت، هو لسه محلولة حالا دلوقتي. هنستكمل مع بعض الجزء اللي بدأناه اللقاء الماضي. هنستكمل مع بعض الجزء اللي بدأناه اللقاء الماضي. انخفاض هامش الامال، السؤال اللي كان بيقول لي انخفاض هامش الامال معناها ان المبيعات الفعليه اقل من مبيعات التعادل. المبيعات الفعليه اقل من مبيعات التعادل، يعني مبيعات التعادل اعلى من المبيعات الفعليه، يبقى ده معناها انخفاض هامش الامال. تمام كده؟ طيب هنستكمل مع بعض. احنا كنا قلنا في اللقاء الماضي خدنا الجزء الخاص بقيمة الدخل، وصلنا لقيمة الدخل دي خدناها مع بعض، وقلنا ناخد النهارده تطبيقات على قوائم التكاليف. ناخد النهارده تطبيقات على قوائم التكاليف. مثال بيقول إذا بلغت تكلفة الخامات المباشرة المستخدمة خلال الشهر 450 ألف ريال. الأجور المباشرة 300 ألف ريال، تكاليف غير مباشرة 100 ألف ريال، تكاليف تسويقية 200 ألف ريال، تكاليف إدارية 100 ألف ريال، مخزون تحت التشغيل أول الشهر 30 ألف ريال، آخر الشهر 60 ألف ريال، مخزون تام أول الشهر 80 ألف ريال، عدد الوحدات التامة خلال الشهر 82 ألف وحدة. من العدد ده أقدر أجيب تكلفة، أما أجيب تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة لو قسمتها على 82 يطلع لي تكلفة الوحدة. الوحدة كام؟ عدد وحدات مخزون تام آخر الشهر 10 آلاف وحدة، عدد وحدات مخزون تام أول الشهر 8 آلاف وحدة، سعر بيع الوحدة 15 ريال، إيرادات أخرى 30 ألف ريال، مصروفات أخرى 10 آلاف ريال. وللمطلوب إعداد قيمة تكاليف الوحدات المباعة وقيمة الدخل. عشان أعد قيمة التكاليف لازم أحسب الأول. هو قال لي هنا أنا السنة دي أنتجت 82 ألف وحدة، وكان عندي أول المدة 8 آلاف وحدة، يبقى كأن الوحدات المتاحة عندي للبيع 90 ألف، تبقى منها آخر الشهر 10 آلاف وحدة. يبقى اللي أنا بعته مكلفني قد إيه؟ آسف، اللي أنا بعته عدده قد إيه؟ 80 ألف وحدة. يبقى هو هنا ما ادانيش عدد الوحدات المباعة، لكن أنا أقدر بسهولة أجيب عدد الوحدات المباعة عن طريق إيه تاني؟ أقول له رقم واحد، أنت عندك وحدات تامة أول المدة كان قد إيه؟ كان 8 آلاف، وانتجت خلال الفترة قد ايه؟ انتجت خلال الفترة 82 ألف. اذا الوحدات المتاحة 90، اشيل منها 10، اشيل منها 10 آلاف مخزون اخر المدة، يدينا 80 ألف ما تم بيعه. علشان اجيب تكلفة الوحدة المنتجة خلال الفترة لازم اعمل القايمة. ماشي، معلش خليها 10 آلاف وحدة. لما اقول وحدات تامة اخر الفترة ما ينفعش 10 آلاف ريال، هي 10 آلاف وحدة. تكلفة الوحدات المنتجة خلال الفترة اقسمها على عدد الوحدات التامة خلال الشهر. تعالوا كده نطبق بقى كده الكلام ده ونعمل القائمة. اول حاجة مواد مباشرة مستخدمة زائد اجور مباشرة يدينا التكلفة الاولية اللي هي اجمالي التكاليف الصناعية المباشرة. طب التكلفة الغير مباشرة أجمع على التكلفة الأولية اللي هي التكلفة المباشرة، أجمع عليها التكلفة غير المباشرة 100 ألف، ده معطى، يدينا إجمالي تكاليف الفترة 850 ألف ريال.
أضيف عليها إنتاج تحت التشغيل أول الفترة، واطرح إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة، هيدينا تكلفة الإنتاج التام المباع. بقول ده أهم رقم عندي في القائمة. ليه أهم رقم؟ لأن الرقم ده لو قسمته على عدد الوحدات المنتجة اللي هم 82,000 هيطلع لي كل وحدة تكلفتها 10 ريال. هيطلع لي كل واحدة تكلفتها 10 ريال. طب ده الإنتاج اللي اكتمل كله خلال الفترة. عشان أعرف اللي اتباع أضيف عليه مخزون تام أول الفترة 80,000، وأطرح منه مخزون تام آخر الفترة 100,000. يطلع لي تكلفة الوحدات التامة المباعة. تكلفة الوحدات التامة المباعة. يبقى تكلفة وحدات منتجة خلال الفترة 820، أضيف عليها إنتاج تام أول الفترة كان موجود 80، طب وإنتاج تام آخر الفترة؟ لو رجعنا كده هنلاقي الإنتاج تام آخر الفترة 10,000 وحدة، عدد وحدات تام آخر الشهر 10,000 وحدة. طب ال 10,000 وحدة دول تكلفتهم كام؟ أنا جبت من شوية اهوت تكلفة الوحدة الواحدة 10 ريال، يبقى ال 10,000 تكلفتهم 100,000 ريال. إذن الوحدات المباعة مكلفاني 800,000. تاني ببدأ بمواد مباشرة مستخدمة، أجمع عليها الأجور المباشرة يدينا حاجة اسمها التكلفة الأولية، أضيف عليها الغير مباشر كان هنا رقم واحد فقط يدينا على طول إجمالي التكاليف الصناعية للفترة. إجمالي التكاليف الصناعية للفترة أجمع عليها إنتاج تحت التشغيل الأول، واطرح منها انتاج تحت التشغيل اخر، يدينا تكلفة الانتاج التام خلال الفترة. يبقى انا انتخب خلال الفترة ما يعادل 820,000 ريال. طب 820,000 دولت عبارة عن تكلفة 82,000 وحدة انا انتجتهم، يبقى الوحدة الواحدة تكلفتها كام؟ يبقى 820 على 82 يبقى 10 ريال لكل وحدة. طيب 820 اجمع عليها مخزون تام اول الفترة 80، واطرح اخر الفترة 100. عرفنا جبنا ال 100 ازاي؟ ال 100 عبارة عن عدد الوحدات بتاعت اخر الفترة مضروبة بتكلفة الوحدة. التكلفة الصناعية للفترة فقط، يبقى المباشر والغير مباشر. تمام. اجمع عليها مخزون تام اول الفترة، واطرح منها مخزون تام اخر الفترة، يدينا تكلفة الوحدات التامة المباعة. تكلفة الوحدات التامة المباعة. يبقى التام المباع خلال الفترة تكلفته كام؟ طيب. قيمة الدخل. ابدأ اول حاجة باجمالي المبيعات. انا باعت 80,000 وحدة. الوحدة الواحدة بعتها ب 15، يبقى الإيراد بتاعي 1,200,000. أشيل منها تكلفة الوحدات المباعة اللي هي تكلفة البضاعة المباعة اللي هي عبارة عن آخر رقم في قيمة التكلفة هو 800,000. يبقى أشيل منها 800,000، يطلع لي على طول مجمل الربح أو مجمل الخسارة. يطلع عندي على طول مجمل الربح أو مجمل الخسارة. طيب مجمل الربح عندي 400,000، أشيل منه المصروفات التسويقية أو البيعية والمصروفات الإدارية، يدينا صافي ربح النشاط. يدينا صافي ربح النشاط. أضيف عليه أي إيراد آخر، وأطرح منه أي مصروفات أخرى، يديني صافي الربح. يبقى زائد الإيرادات الأخرى ناقص المصروفات الأخرى يدينا صافي الربح. طيب مثال تاني، مديني حالة هيات كل اللي جاي ده برضك معطى. إذا علمت أن المواد والمهمات أول المدة، أول ما يقول مواد ومهمات يبقى معناها المواد المباشرة والغير مباشرة، لأن غالبا المهمات تبقى غير مباشرة أما المواد مباشرة. بيقول لي مواد ومهمات أول المدة، يعني مخزون المواد والمهمات أول المدة 50,000 ريال، ومواد ومهمات آخر المدة 15,000 ريال، وصافي مشتريات المواد والمهمات 85,000. نعرف نجيب تكلفة المواد والمهمات المستخدمة اللي هي المباشرة والغير مباشرة مع بعض. خدنا قبل كده ان انا لو جمعت المشتريات زائد اول المدة
وطرحت منها آخر المدة يديني المستخدم، يبقى هاخد ال 85,000 اللي هي المشتريات، أجمع عليها 50,000 مواد أول المدة، يبقى الإجمالي عندي 135,000. أطرح منها 15,000 يساوي 120,000. إذن ال 120 هي المواد المواد والمهمات المستخدمة. أنا مباشر بقى ولا غير مباشر؟ الاثنين مع بعض، مواد ومهمات. يبقى المواد والمهمات المباشرة والغير مباشرة اللي أنا استخدمتها 120. طب ما هو مديني هنا معلومة بيقول لي إيه؟ المهمات الصناعية الغير مباشرة المنصرفة من المخزن. يعني بيقول لي الغير مباشر المستخدم مقداره 20. طب ما أنا كان عندي الاثنين مع بعض 120. لما يكون الغير مباشر 20 يبقى المباشر كام؟ يبقى المباشر 100. يبقى المباشر 100، تمام. طب بعد كده أجور عمال الإنتاج للأجر المباشر 60,000. وقت ضائع طبيعي، كلمة وقت ضائع طبيعي يعني معناها أجر حصل عليه عمال الإنتاج بدون عمل، زي وقت أعطال خاصة بالآلات أو إعادة تجهيز الآلات. يقول هنا وقت ضائع طبيعي. طب الوقت الضائع ده نعالجه ازاي؟ يروح على تكاليف صناعية غير مباشرة. يروح على التكاليف الصناعية غير المباشرة. طب تكاليف صناعية غير مباشرة أخرى 20,000، وحدات منتجة في الفترة 20,000 واحدة. يبقى ال 20,000 دول زي ال 82,000 في المثال اللي فات. يبقى علشان اجيب تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة كام؟ هاخد التكلفة الصناعية للإنتاج التام، الإنتاج التام في الفترة، أقسمها على 20,000 وحدة، يطلع لي الوحدة الواحدة مكلفاني كام؟ خد بالكم اللي جاي كده. وحدات منتجة خلال الفترة 20، وحدات مباعة 15، وحدات تم أول الفترة 0. يعني انا ما كانش عندي انتاج تام اول المدة، ما كانش عندي انتاج تام اول المدة، ولكن انا عندي منتج خلال الفترة 20 بعت منه 15، يبقى مخزون اخر المدة كام؟ انا ما كانش عندي في البداية انتاج تام، خلال الفترة انتجت 20 بعت 15، يبقى اللي باقي 5، تمام. يبقى اللي باقي 5، يبقى ده مخزون تام اخر المدة. مصفات إدارية، رواتب ملاحظين. رواتب ملاحظين برضو عبارة عن أجور المشرفين بتكلفة أيضا صناعية غير وش. تاني اللي احنا حسبناهم بقى وكلمناهم شفه هو مكتوبين قدام حضراتكم. المواد والمهمات المستخدمة عبارة عن رصيد مواد أول المدة زائد صافي مشتريات المواد ناقص رصيد مواد آخر المدة. يبقى رصيد أول المدة أجمع عليه المشتريات بتاعت المواد وأطرح منه آخر المدة، هيدينا المواد المستخدمة 120. المواد ديت مستخدمة مباشرة، مباشرة وغير مباشرة. أما المواد المباشرة أجيبها إزاي؟ لما يكون ال 120 دول مباشر وغير مباشر، ومديني الغير مباشر 20، يبقى المباشر 120 ناقص 20 يبقى 100. يبقى معنى كده المواد أول المدة 50 زي ما قلنا، مشتريات 85، يبقى المتاح من الاثنين على بعض 135. نشيل منها 15 يبقى المباشر وغير المباشر 120. عندي المباشر 20 يبقى الغير مباشر 100. نبدأ بقى نعمل كده قيمة التكاليف. هبدأ بيه المواد المباشرة 100، أجمع عليها الأجور المباشرة اللي هي أجور عمال الإنتاج 60، إذن التكلفة الأولية 160 اللي هي إجمالي التكاليف، اللي هي إجمالي التكاليف المباشرة. أجمع بقى عليها الغير مباشر، غير مباشر عندي هنا حوالي أربع حاجات، عبارة عن تكاليف غير مباشرة 20، رواتب ملاحظين 20، تكاليف غير مباشرة أخرى 20، وقت ضائع طبيعي 10. يبقى 20 و20 40 و20 60 و10 70. ال 70 لو جمعتهم على 160 المباشر
يبقى 230,000 اجمالي التكاليف الصناعيه للفصل. التكاليف دي اتصرفت على الانتاج التام وغير التام. طيب اشيل منها واضيف عليها، اضيف عليها الاول تحت التشغيل اول الفتره، واطرح تحت التشغيل اخر الفتره، يدينا تكلفه الوحدات المنتجه خلال الفتره عباره عن 200,000. ال 200,000 دول تكلفه كام وحده؟ لسه قايله من شويه. ال 200,000 دول هم عباره عن تكلفه 20,000 وحده انتجتهم خلال الفتره. تكلفه ال 20,000 وحده اللي انا انتجتهم خلال الفتره، يبقى الوحده الواحده اجمع 660 تكلفة أولية، وكل دول 70 ادي 230. شيل منها تحت تشغيل اخر المدة 230 ناقص 30 يبقى 200,000. طيب قائمة تكاليف الوحدات المباعة هنكمل، هطلع دلوقتي الانتاج التام ب 200، اضيف له تام اول الفترة صفر. طيب واخر الفتره، مش احنا اتفقنا قلنا انا بعت 20 بعت 15 من انتاج 20، يبقى اللي باقي عندي 5. طب الواحده الخمسه دول مكلفيني كام؟ مكلفينك 10 ريال. عرفتها منين؟ اللي احنا جبناها من شويه حسبناها. الانتاج التام عندي هو ب 200,000، لو قسمتها على 20,000 وحده يطلع لي الواحده الواحده ب 10، يبقى 5,000 في 10 50,000، يبقى 200 ناقص 50، يبقى تكلفة الوحدات المباعة عبارة عن 150,000. تكلفة الوحدات المباعة خلال الفترة 150,000. لو جمعنا كل ده تاني نعيده مع بعض في جدول واحد. ادي قائمة التكاليف تاني. هبدأ أول حاجة بمواد مباشرة مستخدمة. احنا جبناها المواد المباشرة المستخدمة جبناها 100، عزيت عليها أجور عمال الإنتاج 60، إذن التكلفة الأولية 160,000. إذن التكلفة الأولية عبارة عن 160,000، عزيت عليها التكلفة الأولية دي بقى التكلفة المباشرة، أضيف عليها أربع حاجات: التكلفة غير مباشرة 20، رواتب ملاحظين 20، تكاليف غير مباشرة أخرى 10، يبقى اجماليهم 70 على ال 160 المباشر، يبقى اجمالي تكلفه الصنع 230,000. ازود على 230 تكلفه انتاج تحت التشغيل اول الفتره صفر، واطرح اخر الفتره 30,000، يبقى 230 ناقص 30 يبقى 200,000. اخد بقى ال 200,000 ايات واقسمها على ال 20,000 وحده منتجه، يبقى الوحده الواحده مكلفاني 10 ريال. ده تكلفة الإنتاج خلال الفترة. طيب أنا عايز الإتباع، أروح مزود عليه تام أول الفترة صفر، ما كانش فيه، ما كانش مديهولي ومديهولي يقول لي ما فيش إنتاج تام أول الفترة. أخسر منه تكلفة تام آخر الفترة 5,000 في 10 عبارة عن 50,000، يبقى ال 200,000 ناقص 50 يبقى تكلفة الإنتاج التام المباع 150,000. القائمة ديت هي اللي لخصت لي الأجزاء اللي أنا شرحناها ديت كل اللي فات. جمعنا كل ده في قائمة واحدة اهيت، تكلفة الإنتاج التام المباع 150. عشان أعرف أنا كسبت ولا خسرت، أروح رايح بقى على طول بعد كده على قائمة الدخل. أبدأ قائمة الدخل، بإيراد المبيعات 15,000 وحدة في 20. ومدينا عدد الوحدات المباعة 15، سعر بيع الوحدة 20، يبقى 15,000 في 20 ب 300,000 ريال. أشيل منها تكلفة الوحدات المباعة 150,000، يدينا مجمل ربح 150,000. يبقى إيراد مبيعات 300، أشيل منه تكلفة الوحدات المباعة 150، يبقى مجمل الربح 150. أخصم المجمل الربح المصروفات الإدارية والتسويقية 40,000 من 150، يدينا صافي أرباح النشاط 110,000. صافي أرباح النشاط عبارة عن 110,000. طبعا لو كان في إيرادات أخرى كنت أضيفها،
واطرح منها مصفات اخرى يدينا صافي في الربح النهائي. طيب ده كل اللي يهمنا على الجزء الخاص بقوائم التكاليف. نبدا في المحاضره 17 موضوع جديد اللي نتكلم فيه، هناخد بس مقدمه النهارده عنه، اللي هي عباره عن النظم المستخدمه في محاسبه التكاليف. في محاسبه التكاليف عندي نظامين بيتم استخدامهم، في حاجه اسمها نظام الاوامر وحاجه اسمها نظام المراحل. يبقى انا عندي نظامين بستخدمهم، نظام الاوامر ونظام المراحل. نظام المراحل ونظام الاوامر، او الاول الاوامر عباره عن ايه؟ نظام الاوامر معناها ان الشركه مش هتبدا تنتج الا بعد ما يجي لها امر او طلب من احد العملاء يطلب فيه انتاج بمواصفات معينه وبسعر محدد، اكتب معاه عقد، اخد معاه منه عربون وبناء عليه ابدا اشتغل. يعني الانتاج ما بيبداش الانتاج الا بعد وصول طلب او امر من احد العملاء. نظام الاوامر الانتاج ليس نمطيا، يعني معناها غير معياري، معناها غير متشابه. الانتاج هيبقى بكميه بسيطه، الانتاج هيبقى بكميه بسيطه. ثلاثه، الانتاج لا يتم الا بعد ورود طلب من العميل. يبقى الانتاج بناء على طلب من العميل، الانتاج غير متشابه، الانتاج ليس بكميه كبيره. النوع الثاني نظام المراحل. نظام المراحل الانتاج في المرحله ديت عباره عن زي اللي يعني معناها لا يرتبط بالسوق، لا يرتبط بعميل معين، ولكن الانتاج للسوق. الانتاج بيبقى متشابه، الانتاج للسوق، الانتاج بحجم كبير زي تلفزيونات، ثلاجات، غسالات، سيارات. انا ما بصنعش سياره لعميل معين، انا بنزل موديل معين، الجوالات، الايباد، الحاجات دي كلها. يبقى دي عايزه نظام المراحل. يبقى نظام الاوامر هو عبارة عن نظام ما بيبدأش الإنتاج إلا بعد ما يجي لي طلب أو أوردر من عميل معين. في نظام المراحل لا، أنا بنتج وأنزل السوق. في نظام الأوامر بيتميز بثلاث حاجات: الإنتاج لا يتم إلا بعد ورود طلب من العميل، الإنتاج غير متشابه لأن كل عميل هيكون له مواصفات معينة، الإنتاج ليس بالحجم الكبير لأن كل عميل بيطلب الحاجة اللي على قده. أما نظام المراحل معناها الإنتاج فيها متماسك، الإنتاج في السوق أو للسوق، الإنتاج بيكون بحجم كبير. لما أنا أشتغل في نظام الأوامر يبقى وحدة المنتج بتاعي هي الأمر. يبقى المطلوب مني أو أنا عايز أعمل إيه؟ عايز اطلع تكلفة الامر الانتاجي الواحد كام؟ كل امر انتاجي مكلفني قد ايه؟ وانا بحمل او بحدد تكلفة كل امر انتاجي، يبقى لازم بالنسبة لي افتح عدة حسابات هناخدها مع بعض المرة الجاية، ومن ضمن برضه في الحسابات اللي هي اي تكلفة مباشرة تصرف على اي امر انتاجي سواء مواد مباشره او غير مباشره على طول بتحمل في حساب اسمه الانتاج تحت التشغيل. يبقى الانتاج تحت التشغيل هو حساب بيتم معالجه فيه اي تكاليف مباشره سواء كانت اجور او مواد. يبقى كده احنا النهارده خدنا مع بعض تطبيقات على الجزء الخاص بقوائم التكاليف محاضرة 16، خدنا تمرينين مع بعض، ونفس الكلام خدنا بداية في نظم التكاليف الأوامر أو المراحل، دي اللي هنبدأ فيها المرة اللي جاية إن شاء الله المحاضرة 18 و19 و20. 18 و19 و20، واحتمال كبير يكون من الأسبوع القادم في لقاءين في الأسبوع، بس الاول نستاذن العباده ونعرف الايه الوقت الايه الخاص بينا هيبقى كده.
أي استفسار يا جماعة؟ الوقت الضائع. الوقت الضائع ده قد يكون طبيعي زي اللي جالي في التمرين، يبقى يدخل ضمن التكاليف الصناعية الغير مباشرة. أما لو كان غير طبيعي يعتبر خسارة، يروح على قائمة الدخل. الوقت الضائع الطبيعي دخل ضمن مين؟ ضمن التكاليف الصناعية الغير مباشرة. أما لو كان وقت ضائع غير طبيعي يبقى كان مكانه هنا في قائمة الدخل ضمن المصروفات. واضح؟ عفوا، الحاجة اللي أنا بقولها دي المهمة. عدد الوحدات طلعناها إزاي؟ لو رجعنا تاني أهو لأصل التمرين، أصل التمرين بيقول لي إيه؟ بيقول لي حضرتك كان عندك عدد الوحدات المباح للفترة 15,000، وعدد الوحدات المنتجة 20، وما كانش عندك حاجة أول الفترة من الإنتاج التام. يبقى على 20 انا انتجت 20، بعت 15، يبقى اللي باقي 5. كان عندي 20 بعت 15، يبقى مخزون اخر المده 5,000. المهمات ممكن تبقى عباره عن مواد غير مباشره زي الغيره، زي اللي هي في صناعه الكتب، زي الدبابيس اللي بنعملها اللي هي في صناعه الكتب برضه، يعني زي بعض المواد الدهانات دي، بنقول عليها كلها مهمات. لا، لو قلت لكم مش هيجي حاجه اسمها قائمه تكاليف بالكامل، هتعمل قائمه تكاليف بالكامل ازاي؟ لكن ممكن اجيب لك اللي هي الايه؟ القائمه هي انت حضرتك بتحلها وبتقول له والله التكلفه الاوليه كام؟ تكلفه الصنع كام؟ تكلفه الانتاج وتكلفه الوحده المنتجه كام؟ تكلفة الإنتاج التام المباع كام؟ مجمل الربح بيساوي إيه؟ صافي الربح بيساوي إيه؟ يبقى أنا بحفظها زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، بحفظها على إنها مجموعة من المعادلات. تمام. يبقى كل ما يتعلق بالمهمات بنقول عليها ديت هي عبارة عن مواد، ولكنها مواد غير مباشرة. ما أقدرش إن أنا أتتبع المواد ديت على أي منتج واقدر احدد تكلفه الوحده الواحده منه كام. انا مش انا لما بحدد تمارين ولا بعمل اي حاجه من الكلام ده، انا بشرح المقرر بتاعنا والحاجه المهمه. الله يكرمكم، مش عايز اسمع الكلام ده تاني. الحاجه اللي قدامنا والحاجه اللي موجوده اللي انتوا مش فاهمينها قولوا لي وانا عارف. الحاجه اللي انا بشرحها لكم دي المسؤولين عنها. امال دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اسئله وبنحلها مع بعض، وفي مليون سؤال على المنتدى، وفي الاخر بعمل لقائين اسئله. هي الحاجات اللي احنا بناخدها دي ايه؟ دي اسئله ولا دي ايه بالظبط؟ كل دي مش دي اسئله كلها؟ نخلص وبعد كده ناخد اسئله مراجعه. هو احنا خلصنا حاجه عشان نراجع؟ ما تستعجلوش، الله يكرمكم يا شباب، ربنا يصل الحل ان شاء الله نخلص، وهنلاقي فيه لقاءين مراجعه باذن الله، هيكون فيه اسئله على المقرر بالكامل باذن الله، بس نخلص الاول. نراكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.